السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين قناة مطبخ أمينة. إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بإذن الله غادي نديروا شباكية. طبعا اليوتيوب كله برعاية شباكية هذا الشهر، وبريوات باللوز طبعا، والمعسلات والسمبوسه، يعني مع شهر رمضان قلنا غادي نديرو ان شاء الله شباكية. غادي نحتاجو فيها عندي كيلو طحين ابيض، غنحتاج هنا عندي كاس ديال زنجلان، هذا حمرته في الفرن. انا غادي نقول لكم بالضبط شحال من غرام عندي هنا. عندي 100 غرام، يعني هو 97 غرام، 100 غرام نقولوا 100 غرام. طبعا عندي كناخذوا نفس المقياس، كاس زنجلان، ونفسه عندي لوز، لوز طبعا ني يعني ما محمصش، بخلاف الزنجلان عندي محمص. غادي نحتاج كاس زبدة، كاس زيت زيتون، عندي ملعقة ينسون وملعقة حبة حلوة، عندي ملعقة صغيرة خميرة، نحتاج رشة ملح خفيفة. غادي نحتاج هنا عندي نص ملعقة زعفران، اللي هو زعفران شعرة. غادي نحط عليه شوية الماء. طبعا انا هنا طحنته، حطيته في الهاول الصغير وطحنته شوية باش نستفد منه، يعني ما نخليش شعرة باش من باش نستخدمه كامل، يعني مع كامل نحطه كامل. غادي نحتاج هنا عندي معلقة صغيرة ديال القرفة، غادي نحتاج هنا واحد رشة ديال جوزة الطيب. طبعا غادي نحتاج هنا عندي ثلاثة المعالق ديال الخل، وعندي صفار ديال البيضة. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج للشباكية، هما كيف كتشوفوا هنا. قلت لكم غادي نحتاجو هنا رشة ديال جوزة الطيب، عفوا، كيف كتشوفوا رشة بسيطة ماشي بزاف، شوية. دابا انا غادي نطحن الزنجلان سمسم، وغادي نطحن اللوز، ونرجع باش نكمل معكم. هنا انا غادي نعجن العجين، غنعجنو في العجانة. فغادي نحط هاد كيلو الطحين هنا، غادي نحط كيف قلت لكم معلقه ديال القرفه، هذه معلقه. هنا قلت لكم انا راها معلقه ديال الخميره، هنا معلقه ديال النفع، ومعلقه ديال حبه حلوه، وهنا عندي رشه ديال الملح، يعني شيء بسيط ماشي شي حاجه كثير. هذا السمسم انا طحنته، طبعا غادي ندوزو في النخلو، لان ما مو لازم، يعني شو اسمه، ما خصوش يبقى ليا السمسم يعني على يعني سمسم حب، باش ما يخرب ليش العجين. هو كيف كتشوفوا هو كيف كتشوفوا بقات ليا كام حبه ديال السمسم. هذاك ما خصوش يكون عندي في العجينه، لان ملي كنبدا نشتغل كيخرب ليا العجين. الحين غادي نطحن طبعا اللوز،
حتى هو غادي نطحنو، يعني تطحن يصير ناعم. هذا اللوز هو طحناه، حتى هو غادي نخلوه. ها هو كيف كتشوفوا هذا اللي بقى ليا، غادي حتى هو غادي نطحنوا، غادي نحطوه مع المكونات. الحين غادي ندمج هاد المكونات اللي هي نواشف، وعاد غادي نضيفوا الزيت والزبده، نضيفوا زعفران، الخل، صفار البيض، غادي نحطوها تعجن. هنا راه عندي 200 سنتيلتر، هذا 200 كياخذ 200، انا خديت العبار بالملي. ها هما دابا ملي دمجنا هاد المكونات كاملين، غادي نضيفوا عليهم، عندي 3 المعالق ديال الخل، عندي 200 ديال زيت زيتون، انا كنفضل زيت زيتون، او ممكن تحطوا الزيت العادي عادي ماشي مشكلة. وهذه زبدة، كنحاول انه ما ننزلش داك اللبن ديال اللي في الزبدة ما ينزلش عندي. اسفين على الازعاج. الحين غادي نخلط المكونات، طبعا ما ننساش صفار بيضه، هو في الحقيقه في الكيلو كيديروا 2 صفار بيض، انا تندير غير واحد تنكتفي به. العجين لازم يكون شويه قاصح، ما يكونش لين، ضروري بالنسبه للشباكيه يكون العجين يعني قاصح، العجينه تكون قاصحه ما تكونش لينه. غادي نضيف زعفران، ومن بعد هنا غادي نضيف الماء، وندا نزيد الى نقصني الماء غادي نزيد شويه بشويه. دابا غادي نحطها تعجن ونرجع باش نكمل معكم ان شاء الله. هنا غادي ناخذ 200 سنتيلتر ثانيه، غادي نضيف غير نص وغادي نعجن. غادي نضيف النص ثاني، خديت 200 ثانيه، ولكن غادي نضيف غير شويه ماشي بزاف باش نشوف العجينه واش تجمع ليا ولا لا. الحين بعد ما عجناها انا غنوريكم القوام ديالها. ها هي العجينه، كيف كتشوفوها راه يابسه شويه ماشي مرفوفه، يعني السر ديال الشباكيه باش تجيكم مزيانه وفي الشباك ما تحلش ضروري تكون شويه بحال هكا يابسه. هنا غادي ناخذها قطعه بحال هكا،
الحين غادي نخليهم نص ساعه غادي يرتاحوا، ومن بعد عاد غادي يرجعوا نشكلوهم ان شاء الله. من بعد ما خليتها ارتاحت نص ساعه، انا هي بسطتها كيف كتشوفوا، وغادي نبسط معكم ان شاء الله وحده باش تشوفوا كيفاش. انا كندير هاد الشريط هذا باش كيسهل عليا الصراحه، باش كنقطع الشباكيه كنحيد ليها هاد الجوانب. كنحط الشريط وتنقطع باش ناخذ نفس المقاس. هذا تنحطو تنعاود نرجعو لهاد النايلون. تنقطع واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. الحين بعد ما قطعناهم تناخد العجين اللي قطعت، ها هي كيف كتشوفوا، كنحط اثنين على اثنين، تنحط هاد اثنين على اثنين، كتبقى ليا هادي ما كنحطهاش على هادي، كنحطها على هادي. شفتوا كنجيب الاطراف ديالها جوانب هاد الجانب مع هاد الجانب، تلصقهم مع بعضياتهم وتنقلب من الناحيه الثانيه. ها هي انا ما ضغطتش على الاطراف مزيان، ها هما ضغطت عليهم كتشوفوا، ها هي تنضغط على هذا. غادي نديرو وحدة ثانية، هادي تقطعات مشكلة، كنديرو هاد الاثنين على اثنين ثاني. تنجيب هاد الوحدة تنجيبها هنا، تلصق الأطراف ديولها مزيان وتنقلبها. كي تنقلبها تنقلب على هذا الشكل هذا، وتنضغط على هذه الجوانب بعد. غادي ندير معكم وحده ثانيه،
قلت تلصق اثنين على الاثنين. كنجيب هادي عند هادي تلصق الاطراف ديالها وتنقلب. الناس اللي تيقولوا الشباك صعيب، راه ماشي صعيب نهائي، ماشي صعيب. ها هي كيف كتشوفوا، غادي نعاود معكم تنحطوا 2 على 2. انا طبعا عندي 5، كاينين الناس اللي كيديروا 6، الا كانوا 6 كيتنيو 2 على 2 ومن بعد كنعاودوا نرجعوا هذوك الاثنين الثانيين. انا هنا عندي غير 5، فكناخذ هذا الطرف هذا كنجيبه عند الطرف اللي وراء وكندير هذا كنلصقهم وكنقلبها من الناحيه الثانيه. هاي ماشي صعيب نهائيا، ماشي صعيب الشباك، ماشي صعيب. ها هما 2 على 2، جنشت هادو تلاقيهم غادي نعاودها معكم كذا مره حتى غادي نشدوها. كنجيب هادي لهنا وكندير الاطراف ديالها مع بعض. انا غادي نكمل الكميه اللي عندي وعاد غادي نرجع باش غنشوفوا كيفاش غادي نقليوها ونحطوها في العسل وغادي نزينوها ان شاء الله. الحين بعد ما خلصنا الشباك ديال الشباكيه هو كيفاش كيف كتشوفوا، هو كملنا داك الكميه اللي عندنا. غادي نبداو بسم الله. طبعا انا هنا عندي الزيت سخن، غادي نبدا بسم الله على بركه الله. طبعا انا ملي تنبدا نحط الشباكيه تنقص شويه النار.
هنا عندي الزيت كان سخن كتير، طبعا وملي كنبداو نقليو الشباكيه طبعا كنوجدو العسل فاش غادي نزلوها. هي اللي تحمرت عندي غادي نزولها، هذه مازال شويه. ملي تنطلعها تنحطها تنزلها كيف قلت لكم وتنضغط عليها تنزل تحت. بهذا الشكل هذا هي كيف شفتوها. دابا تنخليها، وطبعا المصفات اللي تنستخدم العسل غير اللي كنستخدم باش كنزول الشباكيه من الزيت. دابا غادي نبدا ثاني ننزل كميه ثانيه. هاي شوفوها الحين انا بعد ما نقصت، طبعا نقصت عليها النار، هذه طابت على راحتها ماشي بحال الاولى شويه كان الزيت سخن، فردوا البال هذه القضيه هذه. انا مع تشغلت شويه وخليت الزيت سخن شويه فوق اللازم، فها هي شوفوها هذه طابت على راحتها لان النار كانت مهيله. غادي نعاود نفس الحركه، طبعا غادي نغمسها في العسل. طبعا هذا العسل هذا راه غادي ان شاء الله حتى هو غادي نحط لكم الطريقه ديالو كيفاش حتى عملته، راه غادي نحط لكم على القناه ان شاء الله باذن الله. دابا انا غادي نكمل وغادي نرجع معكم ملي غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله ان شاء الله بحول الله، وغادي نشوفوا ان شاء الله الطبق النهائي ديال الشباكيه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالنا اللي درنا اليوم، هو كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها. هي بعد ما خلصناها هي هذه، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. راه المقادير ديالها ناجحه مليون بالمئة، ماشي غير 100%.
انا تنقول مليون بالمئة. شوفوها ها هي راه كتجي هشيشه بزاف، حتى انا في القلي كتبدا تتكسر ليا، كتبدا تتهرس. كتجي هشيشه هي كيف كتشوفوا، مجرد ما كت هذا. وفعلا يعني ما غاديش نشكرها لكم، ولكن راها كتجي فعلا رائعه 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 جدا، وكتجي هشيشه بزاف، والمذاق جدا رائع. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وصحه وهنا على قلوبكم. وتنقول لكم رمضان كريم، وكل عام وانتم بخير، ويا ربي تدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وبالرزق ان شاء الله، وبرفع البلاء والوباء باذن الله، وبكل ما تمنيتوا باذن الله تعالى. ما تنسونيش من لايك واشتراك للقناه، وشكرا لكم بزاف.